الاناليسيس it is to find the output أو to find the function of the circuit. هذا معناه الاناليسيس. لما نقول أوجد الفانكشن، في عندك طريقتين عشان تعبر عن الفانكشن. إما تعبر عنه بوليان إكسبريشن، بوليان إكسبريشن أو بوليان فانكشن، أو تعبر عنه بالتروث تيبل. كلاهما صحيح. أنت إذا استطعت أن تحصل على إكسبريشن للفانكشن فأنت حللت الدائرة، إذا استطعت تحصل على تروث تيبل فأنت حللت الدائرة. الديزاين هو أن تجد الدائرة التي تقوم بالمهمة المطلوبة. يعني you are given a desired function, you want to find the circuit for that function. واحد قال لك اعمل لي دائرة تعطيني واحد إذا كان majority of the inputs are ones. فإذا الانبوتس كانوا عندي ثلاثة، أي اثنين يعطيني واحد، أي اثنين يكونوا ones، الأوتبوت لازم يكون one. هذا بسميه majority circuit مثلا. طبعا الفانكشن كان بي اكسبريس از بوليان فانكشن اور تروث تيبل. الان في الاناليسيس هاو دو وي انالايز ذا سيركت، في عندي الطريقه الطويله شويه، وهي ان تجد اكسبريشن لكل اوتبوت وثم تجمع هاي الاكسبريشن تتصل للاوتبوت. يعني مثلا هنا بقول الاوتبوت تبع هذا الاند جيت عباره عن الاي بي سي، هذه عباره عن الاي اور بي اور سي، هذه عبارة عن الـ AB or الـ AC or الـ BC. ثم باجي بقول هذا الـ output عبارة عن الـ complement لـ F2، فباجي بعمل complement، فهذا بكون A prime or B prime في A prime or C prime في B prime or C prime. ثم بتيجي بتلاقي هذا الـ output اللي هون هو عبارة عن الـ AND ما بين T1 وما بين T2. يعني علشان أحصل على هذا بدك تعمل الـ AND operation ما بين الـ A B C، تيجي الـ A B C الـ A or B or C تعملها أندينج مع الـ F2 prime اللي هي الـ A prime or B prime في الـ A prime أو C prime في الـ B prime أو C prime. إذن بتيجي على الاوتبوت هذا وبعدين بصير تفكفك، بتقول انا بدي اعمل اندنج. اوكي، هذا ممكن ترجعه الى اصله اللي كان عباره عن الاي بي الكل برايم اندد مع الاي سي الكل برايم اندد مع البي سي الكل برايم، وتعمل اند مع الاي، فتيجي تقول الاي في الاي برايم از زيرو، الاي في البي برايم از اي بي برايم. المهم بعد ما تفكفك هذول كلهم راح يطلع معك الاكسبريشن هذا، وهذا انك تحصل عليه على الاغلب انك راح تغلط. يعني تخيل حالك بدك تشتغل الشغل هذا، انك تفكفك هذا اللي هون، تيجي تعمل اند ما بين الاي والاي برايم، الاي والبي برايم، الاي، بعدين تكمل كل شغلك وتفكفك الاقواس هاي كلياتها تتصل في النهايه للنتيجه هاي اللي هي هون. هاي النتيجه جاية من عملية الفكفكة الأقواس اللي هنا، وهي عملية طويلة وعرضة للخطأ 100%. مش 100%، تقول بنسبة كبيرة ممكن يحصل عندك خطأ 100%، إنه في احتمال إنك تخطأ. أوكي، طيب، وبعدين تيجي تقول الأوتبوت هذا بدي أعمل له أندنج مع الـ ABC، تيجي الأوتبوت اللي هون تقول هذا عبارة عن الـ ABC، الـ ABC أندد مع الحد هذا، وترد تجري عملية تفكيك طويلة. أنت في هذه الطريقة يعني راح تغلط بشكل، راح تأخذ منك وقت طويل وفي احتمال كبير أنك تغلط. طيب شو هو الأبروتش الصحيح لتحليل الدوائر المنطقية لما يكون عندي الليبلز فيها أكثر من ثلاثة أو أربعة؟
في الواقع الأفضل من هذا الشغل إني أعمل كالآتي: إني أجي أحط temporary outputs مثل ما حاطط T2 أوكي T1، أجي أحط F2 F2 برايم، وأجي أعمل truth table من الاحتمالات هذه. لا يعني بحط truth table فيها الأعمدة، ويكون احد الاعمده T2، احد الاعمده T1، احد الاعمده F2، احد الاعمده F2 برايم، واحد الاعمده T3. ليش بعمل هيك؟ هسه بقول ليش. بدل ما اجي بقول ال F2 هذا ال AB او ال IC، ال F2 برايم هو الكومبلمنت تبع هذا، هو F2 برايم. هذا الاوتبوت اللي هون بسميه T1، هذا الاوتبوت اللي هون راح يطلع عندي هذا الاوتبوت اللي هون ما هو الا ال F2 برايم اندد مع T1. هذا سميناه T2، معناها ال F2 عبارة عن T2 اور T3. فأنا لما بكون عامل تروث تيبل اوكي وحاطط عندي في راس كل عمود، حاط مثلا هنا عندي ال A وال B وال C، ثم باجي مثلا والله في عندي ال F2 بحط له عمود، ال T2 بحط له عمود، T1 بحط له عمود. الآن عندي مثلا ال F2 برايم، ال F2 برايم عبارة عن الكومبلمنت لهذا العمود، يعني باجي لهذا العمود ال F2 وبعمل له كومبلمنت. فإذا في عندي مثلا هنا 0 بحط هنا 1، إذا عندي 1 بحط 0، فبعكس العمود تبع ال F2. سهل. باجي مثلا بقول T3 ما هو الا عبارة عن اندنج ما بين ال F2 برايم مع ال T1، فبجيب العمود هذا تبع ال F2، عمود ال F2 هذا برايم، وبعمل له اندنج مع قلنا T1. اذا ما بين ال F2 برايم وال F ما بين ال F2 برايم وال T1 بعمل عملية اند. وانا الان سهل اني اطلع لها اوتبوت، وين ما في عندي زيرو بكون في عندي الاوتبوت زيرو. فالحصول على الان تبع هذا بنطيني التي 2، يا عفوا بنطيني ال بنطيني قلنا شو سميناها تي 3، عفوا تي 3 هاي تي 3. باجي بقول اخر شيء في عندي عمود الاف 1، عمود الاف 1 ما هو الا عمليه اورينج ما بين التي 2 والتي 3، فباخذ عمود التي 3 وعمود التي 2 وبعمل بيناتهم اور اوبريشن، وبحط النتيجه في عمود الاف 2. هاي الطريقه الافضل والاسرع والاصح في العمل. واضح يا شباب كيف بحلل الدائره؟ الو، واضح دكتور. واضح دكتور، واضح. طيب خلينا نكمل المثال ونوري. طبعا السلايدات هو بصراحه مش شارحه الطريقه، طريقه الكتاب الصحيحه في التحليل انك تمشي هيك، تمشي تمبرري وتحط لكل واحد اذا كنت تمبرري اوتبوت تحط له عمود، لانه التمبرري اوتبوت هذا بيكون اسهل انك تحسبه وتطلع له الاوتبوت تبعه. اذا إذا مشينا بالطريقة التقليدية ممكن نغلط. الآن الطريقة الأصح كما قلنا إن نحط الأوتبوتس، طبعا هاي طريقة أخرى إنك تيجي تمشي مع الدائرة احتمال احتمال، وهي طريقة طويلة
جدا وعرضة للخطأ 100%، مش 100%، خلينا نقول 95%. انك تيجي تقول اوكي انا بدي اعمل تروث تيبل، تروث تيبل معناها اني بدي اشوف الاحتمالات، باجي على الاحتمال الاول 0 0 0 بقول اوكي بدي احط على الاي والبي والسي زيروز. الاند جيت بتعطيني 0، الاور جيت راح تعطيني 0، هاي راح تعطيني 0، هاي راح تعطيني 0، هاي راح تعطيني 0، الاور جيت راح تعطيني هنا 0 عكسها واحد، بس في عندي 0 من هون راح يعطيني 0، مع 0 هون راح يعطيني 0، وعرفت هذا 0 وعرفت هذا 0 بحطهم، وبمشي لكل احتمال 0 0 1 باجي بقول اوكي اي 0 وبي 0 والسي 1، هذا راح يطلع 0، اوكي هذا راح يطلع 1، هذا راح يطلع 0، هذا راح يطلع 0، وهذا راح يطلع 0 لانه اي طرف 0 راح يعطيني 0، هذا ال 1 مع ال 1 اللي هون راح يعطيني 1، وبالتالي الاثبت راح يطلع عندي لوجيك 1، وبكمل لجميع الاحتمالات. طريقه طويله وخاصة لما تكون دائرة كبيرة فيها تنقول 10 ليفلز وعندك مثلا 6 7 انبوتس وبدك تحاول تمشي بهذه الطريقة، عملية طويلة جدا بتقضي وقت الامتحان كله وانت بتحل ومش مخلص السؤال. فهذه الطريقة انا لا انصح بها ابدا. واضح يا شباب؟ انا بعرف في منكم راح يعمل هيك في الامتحان. الو الو، معك يا دكتور، معك. طيب اذا الطريقه الصحيحه، الطريقه الصحيحه اني اجي على التروث تيبل هذه واحط اكملها، طبعا انا بدي احط على اليسار علشان ما اضطرش اكتب الاحتمالات الاي بي سي، واجي اقول في عندي انا هون مثلا سميناه تي 1 احنا هون، هذا ولا ناسي والله شو سميناه، هذا احنا هون تذكروا شو سميناه، شوف شو سميناه تي 2 دكتور. خلينا نرجع لل، هذا كان تي 2، هذا كان تي 1، اوكي وتي 3 هناك، تي 2 تي 1 تي 3 عشان ماشي مين مع الكتاب، الكتاب سميه تي 2. اوكي اذا هذا بنسميه تي 2، هذا بنسميه تي 1، اظن هذا سميناه تي 3، اوكي وهذا اف 2، هذا طبعا اف 2 برايم. فباجي على التيبل تبعتي انا وباجي بحط والله انا بدي عمود للتي 2، بدي عمود للتي 1، باجي بقول التي 2 عباره عن اند ما بين الاي والبي والسي، معناها الاند اوبريشن ما بتنطيني واحد الا اذا جميع الانبوتس ار 1، بقول اوكي ايمتى الاي بي سي بكون 1 في الحاله الاخيره هون، فهذا التي 2 مش راح يكون واحد الا هون، والبقيه الاحتمالات راح يكون صفر. اجي بقول طيب التي 1، التي 1 عباره عن اور، معناها اي واحد من الانبوتس 1 بنطيني 1، مش راح يكون 0 الا اذا كمل الانبوت 0، فراح يكون 0 هون وبقيه الاحتمالات راح يكون 1. التي 3 او الاف 2، الاف 2 راح يكون 1 اذا كان الاي بي 1 او الاي سي 1 او البي سي 1، يعني اي اثنين منهم لوجيك 1 راح يعطيني واحد. فباجي بقول امتى في عندي اي اثنين لوجيك 1؟ هاي اثنين، معناها الاف 2 راح يكون يساوي واحد، هاي عندي اثنين عشان هيك الاف 2 راح يكون واحد، هاي عندي كمان اثنين، هاي الاف 2 راح يكون واحد، هنا عندي ثلاثه واحد، معناها راح اي اثنين منهم راح يعطوني 1، فبعبي 1 وبحط الباقيات زيروز. هذا عباره عن من الاكسبريشن هون. اف 2 برايم باجي بقول هنا بعمل عمود وبسميه الاف 2 برايم، الاف 2 برايم عكس الاف 2 بحط 1 1 1 1 0 1 0 0 0، ثم باجي بقول اوكي انا بدي عمود للتي 3، التي 3
انا بعرف التي 3 هو الاو الاند اوبريشن بين مين ومين؟ هذا عباره عن اند ما بين التي 1 والاف 2 برايم. التي 1 والاف 2 برايم. بقول معناها انا بدي العمود اللي هون اللي هو عمود الاف 2 برايم بدي اياه مع التي 1. اذا هذا العمود مع عمود التي 1 هيو، اعمل بيناتهم بين التي 1 وبين الاف 2 برايم اعمل اند اوبريشن. انا بعرف اذا كان احد الاطراف زيرو راح يعطيني زيرو، فبقول اوكي هنا في عندي زيرو معناها التي 3 راح يكون زيرو بسبب الاف 2 برايم هون، وهون راح يكون زيرو بسبب الاف 2 برايم هون، وراح يكون زيرو بسبب الاف 2 برايم هون، راح يكون زيرو بسبب الاف 2 برايم هون، وسيكون زيرو بسبب التي 1 لما يكون التي 1 زيرو. التي 1 زيرو موجود هون معناها هاي راح تكون صفر، غير هيك راح يكون الفانكشن واحد. وبعبي العمود تبع التي 3، إذا أنا عرفت عمود التي 3 باجي لعمود الاف 1. عمود الاف 1 بيعطيني واحد متى؟ عمود الاف 1 ما هو إلا التي 3 مع التي 2 بيناتهم اور، التي 2 اورد مع التي 3، معناها أي واحد من هذول اللوجيك 1 لازم يعطيني واحد على الاف 1. أوكي باجي بلاحظ هنا في عندي هنا التي 3 1 في الحالة الثانية، هيو عفوا في الحالة الثانية يس راح يعطيني واحد. هاي التي 1 التي 3 1 اعطاني هون واحد، التي 3 1 اعطاني هون واحد، هون التي 3 0 اوكي، لكن التي 1 قديش قيمتها؟ قيمتها واحد لانه انا معمول لي عفوا تي 2 مع تي 3، التي 2 عندي واحد هون عند الاف 2 راح يكون يساوي واحد اما بسبب التي 2، والتي 2 عباره عن واحد فقط في الحاله الاخيره، فمعناته هذه راح تجبر لي هذه التي 2 لما تكون واحد راح تجبر لي الاف 2 يكون يصير واحد. لانه الاف 2 ما هو الا التي 2 اور التي 3. اكتبها هذا ال F2 ما هو إلا ال T2 أورد مع ال T3. ما هي ال T3 هون T2 أورد مع ال T3، فلما تكون ال T3 واحد معناته الفانكشن راح يكون واحد. فعندي ال T3 واحد في العمود الأخير هنا أو في السطر الأخير، عشان هيك ال F2 واحد. طيب امتى التي 2 ممكن تعمل لي واحد؟ التي 2 بتعمل لي واحد هذا بسبب التي 2، هذا بسبب التي 2. اوكي الان في عندي السبب الثاني التي 3 يكون واحد. التي 3 واحد متى؟ التي 3 واحد يساوي في الحالات هاي، الحالة اللي هنا، عشان هيك هاي الحالة ادت الى انه الاف 1 يصير واحد، الحالة هاي أدت إلى الفانكشن يصير واحد، والحالة هاي أدت إلى إنه الفانكشن يصير واحد. إذا أنا الفانكشن F1 ممكن يصير واحد بسبب الـ T3 أو بسبب الـ T2، وبالتالي بعبي الـ Truth Table بشكل صحيح وبشكل سهل جدا، لأني أنا بعمل عمليات بسيطة إما AND أو OR فقط. يعني لا بدي أعمل Complement ولا بدي أفكفك أقواس ولا ما يحزنون. رأس مالها أعمل الأعمدة واعمل ما بين الاعمده اوبريشن سهله. واضح يا شباب كيف بعبي التروث تيبل بالطريقه الاسرع والاصح؟ هذه طريقه الكتاب لكن مش مشروحه للاسف في السلايدات هون. الو واضح واضح. في حدا عنده سؤال؟ طبعا بعد ما نعبي التروث تيبل نقوم ب يعني كتابه اكسبريشن باستخدام الكي مابس. راح نلاحظ مثلا الـ F1 موجود عند الواحد والاثنين والخمسة أو الأربعة والسبعة،
واحد والاثنين والأربعة والسبعة، الواحد والاثنين والأربعة والسبعة. النمط تبع الونز هنا إنها الونز لا يمكن تجميعها في أي مجموعات، انفرعطة مثل ما نقول. عادة لما تكون الونز انفرعطة، هذا الفانكشن في له جيت معينة؟ or ها؟ الاكسكلوسيف اور او الاكسكلوسيف نور. كيف بعرف؟ بتطلع على النمط هل هو مع الفرديات ولا مع الزوجيات. وانا مثلا 0001، خذ المربع هذا 001 001، الونز اللي هو الفردي ولا زوجي؟ اود. مين اللي بنطيني واحد في حاله الاود؟ اكسكلوسيف اور. اذا انا ممكن استنبط انه هذا الاف 1 عباره عن الاي اكس اور بي اكس اور سي. هاي طريقه اخرى للتعبير عن الفانكشن. طبعا ممكن احطه شكل على شكل صم برودكت مثل ما انتم شايفين، اي بي برايم سي برايم، يعني اخذ هذا الحد اي، هاي A B برايم C برايم اللي هو المربع اللي هون، خلينا نحط أسهم، هذا المربع اللي هون أعطاني هذا A برايم B B C برايم، معناها هذا أوكي A برايم B برايم C يعني 0 0 1 يعني هذا الواحد اللي هون، و A B C هذا الواحد اللي هون، وهيك كتبناه على شكل sum of products. طبعا الفانكشن الثاني اللي هو فانكشن ال F2 بتلاحظ انه عند الثلاث والخمسة والستة والسبعة، هاي الثلاث وهاي الخمسة وهاي الستة وهاي السبعة، الأخضر اللي هو ال A B الحد الأول اللي هون، الأزرق اللي هو A C، والبني اللي هو بي سوري هذا البي سي، هذا الاي سي مش هذا، سوري البي سي، البي سي هو هذا البني، هذا الاي سي اللي هون الازرق، هذا الـ AC اللي هو تقاطع الـ A مع الـ C. إذا هيك بنكون حللنا الدائرة، عملنا لها تروث تيبل وعملنا لها بوليان اكسبريشن. واضح يا شباب كيف بنحلل أي دائرة؟ تمام يا دكتور. يعني ننتقل إلى موضوع الديزاين، وهو الأهم، كيف أصمم دائرة لتقوم بعمل معين. طبعا الماوس للأسف متعب في الشغل على الزوم. في الديزاين you have a problem statement، وصف لمسألة عندك، يعني بيجي بقول لك صمم لي دائرة، في عندي ثلاث موظفين بيتخذوا قرار في شركة، كل واحد عنده كبسة صفر أو واحد، يعني يا بنطي input 1 يا بنطي input 0، ولما بقول yes للقرار بحط واحد، ولما بقول no بحط 0، والقرار بالأغلبية أي اثنين منهم logic 1 يعطيني الـ output 1. فأنت من وصف المسألة تستنبط الـ input والـ output. قال لك الشركة فيها ثلاث موظفين بقرروا وفي قرار واحد، بتقول اوكي انا في عندي ثلاث موظفين، معناها الانبوس تبعوني راح يكونوا ثلاثه، والاتبوس تبعوني راح يكون اتبوت واحد. اذا عندي 3 انبوتس مثلا، بعطيهم اسماء مثلا اكس واي وزد على سبيل المثال، وباجي على الاوتبوت
one output وبعطيه رمز مثلا F. بعد ما اكون انا حددت عدد الانبوتس وانطيتهم اسماء وعدد الاوتبوتس واعطيتهم اسماء، باجي الان بحاول اعمل تروث تيبل لوصف العمليه. اي ونت تو يعني تو درايف ذا تروث تيبل، استنبط التروث تيبل. في مسالتنا السابقه لو قلنا انا قاعد بصمم دائره عشان اتخاذ قرار، نسميها الماجوريتي سيركت عادة، باجي بقول اوكي انا في عندي ثلاثة انبوتس خلينا نسميهم اكس وواي وزد، وفي عندي سنجل اوتبوت اف، وعندي ثمان احتمالات الآن بناء على الوصف اللي عندي. والله أنا أي اثنين بيعطوني لجي بصوت بواحد بصوته نعم النتيجة نعم. إذا الثلاثة قالوا لأ أو اثنين قالوا لأ النتيجة زيرو أو الفانكشن زيرو. الآن صار عندي اثنين قالوا نعم معناته الفانكشن واحد، وأنا فقط واحد بقول نعم معناته زيرو، وأنا اثنين بقولوا نعم معناته الفانكشن واحد، وأنا الثلاثة بقولوا نعم معناها الفانكشن واحد. بعد ما استنبطت التروث تيبل باجي بعمل الكي ماب، بحاول استنبط لوجيك فانكشن لهذه الدائرة. أقول أنا في عندي ثلاثة انبوتس معناها بدي ماب اثنين اثنين باربعة، بحط الاحتمالات زيرو 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 وان 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 زيرو، بقول هون عندي الاكس هون عندي الواي وهون عندي الزد، في عندي عند الام 3 والام 5 والام 7 اي 3 والام 6 الست ناسيين احنا فكره يا شباب، نطينا من 5 الى 7 هذه 110 فيها 1 وال 111 برضه فيها 1. طيب معناها هاي الخمسه اول اثنين انت عامل 0 0 0 مرتين، معلش الصوت مش واضح، بقول اول اثنين عملت 0 0 0 مرتين. طيب طيب ايش طبولي هاي، اوكي ثانك يو. اذا راح يكون في عندي الخمسه والسبعه والسته الباقي زيروز. الان بحاول احصل على ابسط صوره للفانكشن، فبجمع مثلا ونز هذول الونز هذول والونز هذول، فبيطلع معي الفانكشن اف يساوي اكس واي اور اكس زد اور واي زد، وهذا منطقي يعني كانت استنبطوا على فكره باي انتيوشن يعني بالتفكير. اي اثنين هذول اثنين، اذا اي اثنين قالوا نعم النتيجه ايش؟ واحد، وان اور اني ثينج از وان، وبالتالي اي موظفين اثنين بيعطوني 1 النتيجه 1. مظبوط؟ حلو، يعني كان بامكانك تستنبط الفانكشن بدون ما تمشي كل هالغلبي هاي لانه مساله بسيطه وسهله. اي اثنين اكس او واي اكس زد او واي زد كان واحد الفانكشن راح يكون يساوي 1. مظبوط؟ الشيخ الستيتمنت بتقول اي اثنين بصوتوا بنعم النتيجه نعم. اذا بعض الفانكشن بامكانك تستنبط السيركت تبعتها بدون ما تمشي بكل شيء لانها بتكون جدا تريفيال، لكن الطريقه الصحيحه ان يكون في عندك وصف للمساله تستنبط منه الانبوتس وتعطيها اسماء، تستنبط الاوتبوتس وتعطيها اسماء،
ثم تعمل تروث تيبل، ومن تروث تيبل تطلع ماب، ثم تطلع لوجيك فانكشن بابسط صوره ممكنه. هاي الطريقه السلسه او الطريقه السيستماتيك اللي لازم تمشي عليها. في احد عنده سؤال؟ طبعا في مثال الان راح يجي. تفضل. ممكن انه من الماب دغري نعرف ولا صعب شوي؟ برضو كمان بالماب انا اي اثنين، يعني عندي اي اثنين معناها اي اثنين معناها بقى هي احنا يعني تيجي لهون زيرو بس زيرو 1 1 اثنين هذول بحطه واحد، زيرو 1 0 لا واحد لحاله، 1 0 1 بحطه واحد لانه في اثنين منهم، 1 1 1 كلهم 1s، 1 1 0 اثنين منهم 1s، فوين ما في عندي 2 1s بالكود بحط لوجيك 1 وبالباقي 0s بصير. وبأي مثال بتزبط هاي الشغلة ولا؟ مش دائما هيك، لأنه هذا مثال بسيط، هذا مثال بسيط جدا، في فانكشنز معقدة ما بتزبط هيك، بدك تروح تعمل التروث تيبل عشان تعرف متى بكون عندي 1s ومتى بكون عندي 0s. اوكي؟ طيب نشوف المثال تبع الكتاب في الديزاين. في الكتاب عندك طبعا شابتر 4 كله is about designing useful combinational circuits معظمه يعني. So after we derive the truth table we simplify the boolean expression for each output. Then we produce the circuit. بنروح على السوق وبنشتري القيس المناسبة لبناء الدائرة. Example. حول من BCD call إلى access 3. كما قلنا في بداية عصر الكمبيوتر كان في عندي ناس مثلا تتعامل مع النظام العشري باستخدام البي سي دي، ناس اخرين قال لك لا احنا الاكسس 3 بيفيدنا احسن. اكسس 3 قال لك طيب انا بدي انقل تيبلز فيها ارقام من النظام البي سي دي الى نظام الاكس 3، ما بقدر انقلهم مثل ما هم لانه 0 0 1 1 في نظام البي سي دي بتمثل لي 3 بالعشر، بينما 3 بالعشر هنا عباره عن 0 1 1 0 بالاكسس 3. اذا الكود تغير بالنسبه لقيمه الثلاثه في البي سي دي، قيمتها 0 0 1 1، الكود تبعها في الاكس 3 0110، فلا بد عندي من دائره في الوسط هون تقوم بالتحويل. اذا انا المطلوب مني اعمل دائره ادخل عليها البي سي دي اللي هو عباره عن 4 ديجيتس او 4 بيتس، واطلع الاكس 3 اللي هو برضه 4 بيتس. هذا هو المطلوب مني اصممه، الدائره اللي في الوسط اللي بتعمل لي كونفرجن ما بين بي سي دي الى اكس 3. الآن بعد ما عرفت شو المطلوب مني باجي بقول أنا عندي البي سي دي كإنبوت 4 بيتس والإكس 3 كأوتبوت 4 بيتس، فعندي الإنبوتس 4 والأوتبوتس 4. باجي بعمل التروث تيبل، أنا بعرف البي سي دي مكون من 4 خانات وفقط للتسعة، لأنه ما في عندي خانات عشرية إلا لعند التسعة. من العشرة وطالع، هذه الخانات من هون وطالع، هذه ليست بي سي دي. إذا ما في عندي على الدائرة هنا اللي بدي أبنيها أنا، أنا في عندي only بي سي دي. معناها في عندي only 10 possibilities. عندي 10 احتمالات فقط. طيب انا اصلا لما يكون في عندي 4 inputs الاحتمالات عندي 2 قوة 4 16 احتمال. اذا في عندي 10 ممكن تحدث، الست المتبقيات never happens never occur. عادة شو بنعتبرهم؟ يوم نعتبر الحاجات التي لا تحصل
وين الشباب؟ don't care conditions. عشان هيك من احتمال 10 لاحتمال 15 في التروث تيبل بنلاحظ حطينا محله اكسات. اذا انا الاكسس 3 تبعي برضه راح يكون اربع خانات دبليو اكس واي زد. لاحظ الكود للصفر، هاي خانه الصفر، خانه الواحد، خانه الاثنين، خانه الثلاث، الاربعه الى اخره. خانه الصفر في البي سي دي اكس 000، في الاكسس 3 0011. خانة الثلاث 011 0011 في البي سي، في البي سي دي، في الاكس 3 0110. فانا من المساله، من وصف المساله حددت الانبوتس وحددت الاوتبوتس وعرفت العلاقه كيف لازم بالتروث تيبل تكون. الان بعد ما عرفت الاوتبوت لكل احتمال باجي بعمل التروث الكي مابس، باجي بعمل الكي مابس. إذا باجي بقول الماب الأولى للدبليو، الدبليو بنطيني واحد في حالة الخمسة، في حالة الستة، في حالة السبعة، وفي حالة الثمانية، وفي حالة التسعة. طبعا بطلع على الانبوت، لما بعبي بطلع على احتمالات الانبوت. الانبوت عندي اللي هم الاي بي حطيناهم هون، والسي دي حطيناهم هون، احتمالاتهم 00 01 11 10. نفس الاشي بالنسبة للسي دي. الآن عبينا الونز هذه هون جوات الماب هذه، هاي الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة. بعد ما عبينا الونز نيجي بنعمل التجميعات. طبعا الست احتمالات الباقيات بحطهم دونت كيرز، وباقي ما تبقى بحط زيروز. هنا بحط زيروز. الآن باجي بجمع ونز وبستفيد من الدونت كيرز اذا بفيدني. لاحظوا انه الدونت كيرز اللي هون فادوني في تبسيط هذول التو ونز وانطوني اي. احنا قاعدين بنبسط الاي، فهذا الاي، الاي اللي هو البنفسجي هذا اللي هون. الان الونز اللي في الوسط هون استفدنا من الدونت كيرز اللي هون جمعناهم مع بعض واعطاني بي دي، والاخضر اللي هون اعطاني البي سي. اذا هيك احنا كتبنا الفانكشن تبع الاي بي. بدي اكتبه انا كمان شويه واقول هذا يساوي اي اور بي سي اور دي، وهسه راح تشوفوا ليش. طبعا انا الان صار مش ستاندرد وصار ثلاثه ليفلز بدل ما هو تو ليفلز، يعني انا زدت الليفلز، وهذا مش شغله كويسه دائما، لكن راح نشوف ليش عملت هيك. بنيجي الى الماب تبعت الاكس، الاكس يساوي واحد في حاله الواحد والاثنين والثلاث والاربعه والتسعه. الواحد، الاثنين، الثلاث، الاربعه والتسعه هيهم، والباقي طبعا عندي زيروز، يعني الباقي هذول زيروز. والاكسات هم الست حالات تبعات من 10 لل 15 موجودات هون. الان بسط راح يطلع معاك التجميعات كالاتي. هذا مكتوب بعدين. راح نجمع البنفسجي هذولا عبارة عن جوا الدي خارج البي، معناته هذولا بي برايم، بي برايم دي. الأزرق الونز اللي من فوق مع الإكسات الثانية من هون هم بي برايم سي،
بي برايم سي. الآن اثنين هذول الخضر عبارة عن الثلاث حدود، الثلاث لترز هذول اللي هم بي جوا البي خارج السي وخارج الدي. الآن أجين أنا ممكن أكتب هذولا على شكل بي برايم سي، بي برايم في سي أور دي. Or B في C or D الكل برايم. لاحظ شو اللي عملته، طلعت ال B برايم عامل مشترك من هون وظل عندي C or D، السي برايم دي برايم حطيت محلها السي اور دي الكل برايم، لانه اذا استخدمت دي مارجن ثيرم السي اور دي كل برايم عباره عن سي برايم دي برايم اللي هي النور يقابلها الانفرت اند، هذه عباره عن انفرت اند داخل عليها سي ودي وهذه عباره عن نور. وهذا ايضا قلنا انه ممكن نكتبه على شكل خلينا نكمل. إذن إذا بنجمع راح يطلع عندي الواي تساوي سي برايم دي برايم اللي هي هاي، وعندي السي دي أوكي، وآخر واحد راح يطلع عندي الدي برايم. فلاحظ معاي ما يلي، إنه الحد هذا السي أور دي برايم متواجد في أكثر من فانكشن. هذا كمان قلنا يساوي ال A or B في C or D. ولاحظ معاي ما يلي، ال C or D موجودة هون، موجودة هون، موجودة الكومبلمنت تبع هون وموجودة هون، لأنه هذا C D prime، C prime D prime ما هو إلا C or D الكل prime. إذا لما بدي أبني هذه الدائرة وجدت حد مشترك تقريبا في جميع الحدود اللي هو السي أور دي، السي أور دي الكل برايم بس انفرتر وبحصل عليه. يعني أنا في دائرتي إذا بستخدم أور جيت داخل عليها السي والدي حصلت هنا على السي أور دي، إذا بحط انفرتر بحصل على السي أور دي الكل برايم. معناها أنا بقدر أستفيد من هذا السي أور دي برايم هون وأستفيد منه أيضا هون، السي أور دي بقدر أستفيد منها هون وبقدر أستفيد منها أيضا هون. بهذه الطريقة أنا قلصت عدد الجيتس لأنه قدرت أعمل حدود مشتركة بين الفانكشنز المختلفة. واضح يا شباب كيف التعامل وتصميم الدوائر المنطقية؟ في أحد عنده سؤال؟ هلو، هل في أحد عنده سؤال؟ في حدا صاحي طيب؟ معك يا دكتور معك. صاحي. طيب كويس. إذا في تصميم الدوائر المنطقية نبدأ بوصف للمسألة، من الوصف نستنبط كعدد الانبوتس والاوتبوتس ونعطيهم رموز، ثم نستنبط للتروث تيبل، من التروث تيبل بنعمل كي مابس وبنبسط إلى أبسط صورة ممكنة، ممكن في ستاندرد فورم لسم اوف برودكت أو برودكت اوف سمز. ثم بنحاول نتلاعب بالفانكشنز ونشوف اذا في بنقدر نعمل حدود مشتركه مثل ما وريتكم قبل شوي، علشان هذه الحدود المشتركه ايضا ممكن تخفف عدد الجيتس في الدائره. هذه الدائره طبعا بطريقه المؤلف،
ما عمل زي ما انا عملت. اوكي، يعني انا عملت السي ار دي، في وين عندي؟ عندي سي ار دي، يس، هذه السي وهذه الدي، هاي السي ار دي موجوده هون، هاي السي ار دي اوكي موجوده هون، وهاي الكومبلمنت تبعها موجود هون، هاي السي ار دي الكل فاضي. اوكي، استفاد من الاوتبوت هذا السي ار دي واخذ منه للفانكشن الاول الدبليو. اوكي، ومثل ما شفنا كمان بناخذ منه هيو، هيو عامل زي ما انا عامل تقريبا. اوكي، البي ار سي دي وهذا السي ار دي كل برايم في الار سي دي بالضبط مثل ما انا عامل. اوكي، والبي ار بي اندد والسي ار دي كل برايم. اوكي، وعشان هيك الحد هذا والكومبلمنت تبعه استفدنا منهم ببقيه الفانكشنز. واضح يا شباب؟ لو تمام يا دكتور، واضح. اذا لا نكتفي فقط في التبسيط، وانما ممكن نحاول نعمل مانيبيليشن للاكسبريشن بحيث نحصل على حدود مشتركه، لانه الحد المشترك بقلل لي عدد الجيتس. طيب، ولهنا بكفي.